بالتأكيد ليس أمام إيران إلا العراق للأسف الشديد، هذا ما تقوله التجارب السابقة. ضربوا أربيل وضربوا مناطق في كردستان ردا على القصف الأمريكي وردا على القصف الإسرائيلي بحجة أن إسرائيل لديها مكاتب للموساد في أربيل وكل هذا الكلام الفارغ. ضربوا الشعب العراقي ردا على قيام إسرائيل باغتيال علمائهم، قصفوا العراق ردا على قيام الولايات المتحدة باستهدافهم. هذه هي إيران وهذا ما تفعله إيران. وهناك من يتفاخر بأنها ردت وأخافت الجنود وأنها لم تقتل جنديا أمريكيا واحدا ولم تقتل جنديا إسرائيليا واحدا ولم تقم برد على الجهات التي كانت تستهدفها. هذه هي الحقيقة على الأرض. للأسف الشديد العراقيون لم يستطيعوا بعد الدفاع عن أرضهم وحقوقهم في وجه إيران. العراقيون لم يستطيعوا بعد تشكيل حكومة من أجل وضع الإصبع على الجرح والوقوف على الحق والحقيقة فيما يتعلق بمصالح العراق ومصالح الشعب العراقي الآنية والاستراتيجية. ستبقى العراق مستباحة طالما أن النفوذ الإيراني في العراق بهذه القوة. للأسف الشديد أقول هذا الكلام استنادا لمتابعة دقيقة لكافة التفاصيل التي تجري في العراق. هناك من يحمي النفوذ الإيراني في العراق وليس هناك من يمتلك القوة الكافية لحماية النفوذ العراقي والمصالح العراقية، يعني سواء في موضوع المياه أو في موضوع الكهرباء أو في موضوع التجارة والصناعة، في كل المجالات. هذه حقيقة واقعة في العراق للأسف. ممتاز جدا.